حالة طوارئ عالمية، مدن تغلق بالكامل، عشرات الآلاف من المصابين ووفيات تزداد يوميا. يقفز من دولة إلى أخرى ليحصد اقتصادها وسمعتها وأرواح بعض سكانها. كذلك فعل بالصين وإيران ويهدد كل العالم ولا أحد بمأمن منه. أعراض كورونا: الفيروسات كائنات صغيرة جدا، صغيرة لدرجة أن البكتيريا نفسها لا يمكن أن تراها. حينما تدخل الجسد البشري فإنها تقصد نوعا محددا من الخلايا، تدخل إليه وتجبر الحمض النووي الخاص به على صناعة نسخ جديدة من الفيروس نفسه. وفي أثناء خروج هذا الكم الهائل من الفيروسات من الخلايا، تتمزق وتعمل مناعة الجسم على المقاومة، يتسبب ذلك في أعراض المرض الأولى: إعياء، غثيان وإسهال، وصداع وسعال وصعوبة في التنفس. Contradictoire n'arrive pas à l'exacerbation. Nous sommes tous contradictoires. Autrement, on s'ennuierait au fond de nous. Également, il faudrait les associer au maximum dans l'exécution. Et pour qu'ils exécutent intelligemment, il faut qu'ils aient compris le maximum. Or, les uns comprennent, d'autres ne veulent pas comprendre, et d'autres enfin ne peuvent pas comprendre.